قام تحكيم لقاء اليوم امامنا على الصوره حكم ساحه مصطفى الدرسي بمساعده مساعد اول مروان الحراري وهشام شتوي، حكم رابع رفع لحوتي والمراقب هو احمد البعيش. اذا نبقى في انتظار صافره حكم لقاء السيد مصطفى الدرسي لانطلاق هذه القمه الكرويه الكبيره. وهذا امامنا الكرواتي رادان المدرب الكرواتي، وهذه صافره البدايه انطلاق هذا اللقاء الكبير وهذه القمه الكرويه الكبيره، قمه الاهلي والهلال في مستهل افتتاح جوله الاياب الرابعه. وهذا طارق ثابت المدرب التونسي لفريق الهلال واللي كانت له تجربه في المواسم الماضيه مع فريق الاهلي. ركله مرمى وهناك خطا كاد ان يقع فيه لاعب فريق الهلال، كاد ان يرتكب خطا. حسين كره سريعه، حكم اللقاء يعطي الاسبقيه لصالح هيثم جويلي اللي يتقدم، جويلي يتقدم داخل منطقه الجزاء وفرصه، لكن تدخل في اللحظات الاخيره من اسماعيل الحاسي. باكايوكو، باكايوكو يتقدم لفواري، باكايوكو يتابع في اكثر من لاعب وطارق الصعيطي، طارق طارق يلعب كورته لكن بعيده، محاوله كانت سريعه باتجاه اكرم زوي، اكرم ينطر، اكرم زوي، اكرم زوي يلعب كورته لكن تمركز ممتاز من خالد المسماري. كرة سريعة باتجاه من؟ باتجاه باكايوكو، لكن تبقى الكرة في اللعب والكرة أخيرا تغادر وهناك راية سريعة باتجاه أكرم زوي، لكن تدخل تعود لهمام، حاول يلعب كرة مباشرة بشكل ممتاز، حاول العراقي همام أن يستفيد من تقدم خالد المسماري. طريقة حوار كان بين أكرم زوي وبين أحمد شلبي، وحاول العراقي همام أنه يستفيد من تقدم خالد المسماري. هذا في فيونغ وأكرم زوي، هذه اكرم من جديد يحاول يلعب كورته، يلعب كورته بالعرض وفرصه ويبقى الخطر قائم، فرصه اوه لكن تصدي ممتاز، فرصه اتيحت لفريق الاهلي بهذه الطريقه. شوف التوغل الناجح لاكرم زوي بخبره المواسم الطويله، لعب كورته بشكل ممتاز، غلطت اكثر من مدافع، حاول العراقي همام ان يلعب كورته باتجاه المرمى لكن تدخل كان ممتاز، لرده فعل ممتازه لخالد المسماري. هجوم سريع لصالح فريق الهلال ناحيه الجهه اليمنى وفرصه، وفرصه وهدف، هدف لصالح فريق الهلال عن طريق علي رزق، عن طريق علي رزق بعد بهته دفاعيه بشكل ممتاز داخل منطقه العمليات. خروج مراد الوحيشي وعلي رزق استفاد من خروج مراد الوحيشي ولعب كورته في المرمى الخالي بهذه الطريقه. شوفوا عمليه التوغل، شوفوا تدخل مراد الوحيشي وعلي رزق كان خالي من المراقبه لصالح فريق الاهلي مره اخرى. كره ملعوبه داخل منطقه الجزاء لكن تدخل مسماري وفرصه ويبقى الخطر قائم، وفرصه فرصه لصالح فريق الاهلي من جديد، لكن ماذا يقول حكم اللقاء؟ يقول خطا لصالح فريق الهلال. وهذه اعاده من جديد، الكره المرفوعه داخل منطقه الجزاء، شوف تدخل المسماري اتيحت امام حامد ثلبه لكن تدخل من علي يوسف، حاول انه يعيد الكره وفي اللقطة الأخيرة كانت لأكرم الزوي. يونغ النيجيري إفيونغ حافظ على كورته، إفيونغ همام ومحاولة تسديد من بعيد لكن تغادر. بورقيقة من هناك يلعب كورته بورقيقة وفرصة عن طريق أكرم الزوي لكن الكرة تغادر. نحلي بيحاول يتوغل يتقدم ويحاول يسدد لكن ترجع، وفرصة لفريق الأهلي، فرصة لكن تدخل في اللحظات الأخيرة، هي تسديد لكن تصدي كان ناجح لخالد المسماري، والتدخل في اللحظات الاخيره كان لمجدي رطيبه. يتوغل يتوغل من جديد ويلعب كورته لكن ترجع، وفرصه فرصه من بورقيقه ويبقى الخطر قائم لصالح فريق الاهلي لكن الكره اخيرا تغادر الى ماذا يشير؟ يشير الى ركنيه، ركنيه لصالح فريق الاهلي وفي التنفيذ همام في تنفيذ الركنية، يلعب الركنية لكن ترجع، فرصة فرصة هدف ضاعت على فريق الأهلي في اللحظات الأخيرة. والإعادة، شوفوا الركنية، شوفوا رأسية مراد وتدخل من خالد المسماري في اللحظات الأخيرة، يلعب كورته، فرصة فرصة ترجع من جديد، يبقى الخطر قائم لكن ركنية،
ركنيه وكان تصدي ناجح. وفي هذه الاونه حكم اللقاء السيد مصطفى الدرسي يطلق صفيره نهايه دقائق الشوط الثاني واللقاء بتفوق فريق الهلال على جاره الاهلي بهدف واحد مقابل لا شيء، الهدف اللي جاء عن طريق اللاعب علي رزق. وبهذا الفوز يرفع الهلال رصيده من النقاط الى 20 نقطة، بينما يبقى فريق الأهلي في صدارة ترتيب المجموعة برصيده السابق 34 نقطة.